لوحظ في الآونة الأخيرة رصد وتسجيل لبعض حالات سرقة الحقائب النسائية، حيث انطوت تحت طائلة الجرائم الدخيلة في مجتمعنا. وبالمقابل لاقت اهتماماً من قبل الأبطال في مديرية مكافحة جرائم بغداد، وبالتحديد مكتب بغداد الجديدة، حيث كانت آخرها إلقاء القبض على متهم لديه عدة عمليات سرقة للحقائب النسائية وباستخدام عجلته، حيث تم توقيف المتهم لينال جزاءه العادل. كما تدعو مديرية مكافحة إجرام بغداد المواطنين الكرام الذين تعرضوا لحادث سرقة مماثل الاتصال على الخط الساخن المجاني المرقم 533، وستكون هوية المتصل طي الكتمان